يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين أن معنى قول الله سبحانه ولم نكن نطعم المسكين أن معناها منع الزكاة، وبين أن سورة المدثر مكية والزكاة لم تفرض إلا في المدينة، فما التوجيه وفقكم الله؟ نعم، وما كل ما نزل في مكة، ما كل المكي إنه ما نزل إلا في مكة، قد يكون هناك آيات نزلت في مكة بعد الهجرة تكون مكية. هذا قول إن المكي ما نزل في مكة والمدني ما نزل في المدينة، هذا قول فيه نظر، فيه نظر. نعم.